سلاح الجو الملكي الأردني الملازم معاذ الكساسبي بعد إلقاء القبض عليه قبل شهر من قبل منظمة داعش الإرهابية بعد تحطم طائرته المقاتلة F-16 فوق سوريا. ولكن وبالرغم من أن قتل الكساسبي أثار غضب الأردنيين إلا أنهم افتخروا ببطل مات دفاعاً عن بلاده. نتوقف الآن مع تقرير قصير عن الطيار الشهيد معاذ الكساسبي من إعداد لانا القصوص من التلفزيون الأردني. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. ومعاذ بتتذكري لقائنا معك؟ نعم تتذكري؟ أذكر. حابة أذكرك بشغلة صغيرة فيه. تفضل. خلينا نشوف. صقور سلاح الجو حياهم الله حياهم الله أخواني، رفع الله هممهم العالية إن شاء الله يكونوا شموع، إن شاء الله تكون تيجان على رؤوسهم يرفع مقامهم، إن شاء الله إنهم يكونوا من أصحاب الهمم العالية وربي يعطيهم العافية ويسلم أيديهم اللي بتقود الطائرات العملاقة وبتحمل الصواريخ وبتدك الكلاب. فيا إخواني يا صقور سلاح الجو الله يطول عماركم ويقويكم ويزيدكم هيبة وعز يا أبنائي. ديروا بالكم خذوا في ثأر معاذ، حبيبكم أخوكم معاذ، رفيق دربكم معاذ لا تنسوه، وأنا أمكم أختكم لا تنسوني يا إخواني. كل دائما تجوني في زيارات تتذكروا أمكم بتتذكروا أختكم لأني بشتم معاكم رائحة معاذ. لا تنسوني يا إخواني يا حبايبي كلكم، وخاصة أنتوا يا إخواني رفاق معاذ، أحباب معاذ، أصحاب معاذ، اللي عرفتوا معاذ شو أخلاقه شو كان سلوكه كيف كان دينه. الحمد لله يا إخواني يا إخواني بحييكم بقدم ليكم أجمل تهاني عمري في إنه معاذ أصبح شهيد. وأنا الآن قبل ما أعزي نفسي بعزيكم على فقدانكم لرفيق دربكم معاذ. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا. يسعد صباحك يا وطننا يا محلى. أوكي. مساء الخير، أنا بدي أشكر الإعلامية القديرة ميشة دياق، شكرا جزيلا على هذه الدعوة، وبدي أرحب فيكم، بدي أرحب بكل ضيوف الأردن. وكنت مجهزة كلام كتير أحكيه، بس بعد صراحة ما طلع التقرير هلأ إحنا شفنا حوالي 3 دقائق، هلأ التصوير استمر أكثر من نص يوم، والتقرير تقريبا انعرض بمدة لا تقل عن 20 دقيقة، لكن الوقت ما بيسمح. ولكن لما سيداتنا الأفاضل يعني وقفوا وقف التقدير لأم معاذ، بالفعل أم معاذ يعني قاست وانجرحت وفلذت كبدها. يعني الإنسان لما بفقد ابنه معناته كل شيء في الحياة ببطل له قيمة، ولكن أم معاذ أعطت كل الأردنيات قوة. إحنا كنا منهارات وتعبانات ومنبكي، ولكن أم معاذ من تشوفيها بهذه القوة وهذا الإيمان العظيم بربنا سبحانه وتعالى وببلدها وبقيادتنا كانت تعطينا هي القوة. فتحياتنا لأم معاذ. حقيقة الأردن من وقت مبكر تعرضت لهجمات إرهابية عديدة جدا. هذه الهجمات الإرهابية استهدفت أمننا واستقرارنا السياسي والأمني، لأنه إحنا عندنا خطة سياسية واضحة جداً تتمثل بالتعقل والحكمة وبعد النظر عند قيادتنا الحكيمة.
الأردن فقد العديد من الشهداء. إذا تحدثنا عن شهدائنا اللي فقدناهم، بدنا نبدأ بالملك المؤسس الملك عبد الله الأول طيب الله ثراه. والأردن فقد 2 من رؤساء وزرائها، الشهيد وصف التل والشهيد هزاع المجالي. وفقدنا العديد من رجالات أجهزتنا الأمنية كافة، وأهمها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، اللي بالفعل رجالاتها قدموا دماءهم دفاعاً عن بلدنا الأردن، ويعني ضد دخول أي تنظيم إرهابي متطرف على الساحة المحلية. عدا عن هيك، الأردن ساعد العديد من الدول الشقيقة والصديقة في موضوع مكافحة الإرهاب. قيادتنا الحكيمة متمثلة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سخر كل أجهزتنا وكل مؤسساتنا، وعملنا استراتيجية طويلة المدى لمحاربة الإرهاب. سخرنا فيها كل خبراتنا الأمنية، كل خبراتنا السياسية، وخبراتنا الإنسانية اللي تميز فيها الأردن، وأيضا الاجتماعية اللي ركزنا فيها على المواطن الأردني، كيف إنه المواطن الأردني متمسك بأرضه، متمسك أيضا بقيادته وملتف حولها. وأعتقد إنه الإرهاب لا دين له، وبالتالي إحنا بأدياننا كلها بجميع أعراقنا وانتماءاتنا يفترض فينا ندافع عن بلدنا أولا وأرضنا أولا. اسمحوا لي أرحب بجواد صافي الكساسبة، أخو للشهيد معاذ الكساسبة، والدة معاذ. والدة معاذ للأسف ما قدرت تكون موجودة معنا، صحتها تعبانة شوي، ووالده أيضا ما قدر يكون موجود معنا، ولكن جواد يتحدث باسم عائلة الشهيد معاذ. يسعد مساك يا جواد. يسعد مسا الجميع إن شاء الله. يسعد مساكو، مساك الآن. جواد، عم نتحدث عن حادثة أليمة جدا ألمت بالأردنيين كلهم، وأعتقد بأنه استشهاد معاذ أثر ليس فقط فينا إحنا كأردنيين، ولكن أثر بالعالم كله. وسائل الإعلام كلها تحدثت. إذا تحدثنا عن بيت العزاء، أمه ليس فقط أردنيين، من العالم كله جاءوا خصيصا لتقديم واجب العزاء لكم. يا جواد، قديش بيعني لك تكون أخو شهيد بالبداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بكرر اعتذار والدتي عن الحضور لعدم تمكنها بسبب ظروف صحية. بصراحة قصة معاذ قصة لا بداية لها ولا نهاية لها. ما بعرفش أنا كيف بدي أحكي أو من وين أبلش، من وين أبلش. معاذ شاب أردني تربى في ترعرع في محافظة الكرك في بيئة ريفية، ودرس في مدارس الحكومة في الكرك، وكان عنده إصرار شديد جدا، إصرار شديد إنه يروح طيار بسلاح الجو، إنه حصل مقعد طب بشري بروسيا، لكن كان مصر إصرار شديد. أنا من دون عائلة معاذ، يعني ناهيك عن الوالد أو الوالدة، أنا تربطني في علاقة أكثر من باقي إخوته، لأني أنا أول شيء أخوه الكبير، وشغلة ثانية من لما كان توجيهي أنا درسته بالتوجيهي بحكم تخصصي ودراستي، لما راح لسلاح الجو كنت أنا المرافق له، كنت أنا متخرج من الجامعة وما عنديش عمل، فأنا اللي كنت معه بأثناء فحوصاته، ولما جند هو بسلاح الجو أنا كمان جندت معه، ضابط مهندس هو جند بسلاح الجو، تلميذ مرشح طيار، وكنت أنا إله الأخو، وكنت إله المدرس، كنت إله زميل المهنة. أثناء فترة تدريبه هو كان تلميذ وأنا كنت ضابط، فكان بالدوام يؤدي لي التحية العسكرية، وبالبيت نتعارك كالإخوان، فكان ما يربطني فيه يختلف عن باقي أخوتي. تفوق بدراسته، حصل كل تحصيلاته، كانت الأول بالطيران المقاتل، الأول بالكلية الجوية، الأول بالطيران الـ F-16،
ولانا زارتنا على البيت وشافت الكؤوس والميداليات اللي هو حاصل عليها. قصتي انا مع قصه معاذ بالذات تبدا يوم 23/12، ليس كما بداها الاردنيون ب 24/12. انا تكلمت مع معاذ بالهاتف ليله 23/24 الساعه 8 مساء، كان كلف بمهمه صعبه الساعه 4 عصرا فقط مش قبل هيك، واوكل له مهمه قياده الرف اللي هو كان بده يطلع فيه قياده التشكيل. هو كان مبدي نوع من عدم الارتياح، وانا شعرت بهذا الكلام بالجلسه اللي كنت فيها، يعني بدا علي الارتباك. بثاني يوم لما سقطت الطائره الساعه 8 الصبح اجى الخبر عبر وسائل الاعلام. انا كنت فقط انتظر الاسم، لانه كانوا شباب اثنين اردنيين طالعين بهذيك الطلعه، معاذ وزميله الثاني اللي بالطياره الثانيه. انا فقط بعرف انه الاثنين هذول طالعين، لانه بالليل حكى لي انه هذول الاثنين طالعين انا وزميل. فانا كنت انتظر فقط بالاسم، انا متاكد انه معاذ، بس بستنى اسمع انه معاذ اللي وقع. وانا بفترتها انا كنت تارك الخدمه العسكريه، كنت بداوم بالجامعه الاردنيه. حقيقه خرجت عن الشعور لما وصل الخبر، ومثل ما بحكوا باللغه العربيه خرجت هائم على وجهي، وشغلت سيارتي وطلعت من المكان اللي انا فيه وبعرف شو بدي اروح. اروح على البوابات الجامعه، وصلت كل بوابه بالجامعه مرتين بس بعرف شو بدي اروح. توجهنا للقيادة العامة اللي هي المكان اللي الأصل أن الواحد يتوجه له. في صور حقيقة أنا لهذه اللحظة لا أتمكن أنه أتفرج عليها. لحظة اللي مسكوا الدواعش، يعني أنا كل بالنسبة لي كل الصور عادي وكل إشي عادي، بس هذولك صور ما تخيل أنه إنسان ربنا أعطاه وألهمه هالقوة رغم صغر سنه وصغر تجربته بالحياة، لكن وقع بأيدين هالوحوش وظل صامد، ونظرته كانت نظرة قوية، نظرة رجولة ما تبادر لذهني بلحظة من اللحظات أثناء مسيرة حياتي مع معاذ أنه أخوي بهاي القوة بهاي الصلاة. خلال 42 يوم من تاريخ 24/12 ولغاية 3/1، وإحنا يوميا كعائلة نتلقى أخبار الله أعلم فيها، لحد ما إجى يوم 3/2 أعلن فيه مقتل معاذ، استشهاد معاذ بالطريقة البشعة اللي شافوها كل الناس. وإحنا كعائلة حقيقة ما شفنا هذا الفيديو، يعني إحنا ما شفنا، لا والدي ولا والدتي ولا حالي، من الهياج العام كانت بالشارع. ولو احنا كنا خارج الشعور، يعني احنا ما كنا بالقوة اللي مكننا أن نشوف شو قاعد بصير برا. فالشارع الأردني التهب، كان على شفير انهيار ولا ثورة ولا مش قادر أعبر يعني، لكن كان بحالة هيجان عظيم جدا. بليلتها كل منا يعني كان بمكان، أنا كنت في عمان، بعرفش باقي أهلي وين كانوا. ثاني يوم صحينا ولقينا بيت عزاء كبير، أمه 4 مليون معزي، عدد معزيين 4 مليون في بيت عزاء ما سبق وصار مثله. ومن يوم ما انتهى العزاء ولهذه اللحظة ونحن كعائلة بنعيش نفس الظروف، ما اختلف علينا شيء. الزائرين على البيت يومي، الناس اللي بتيجي
تشوف الصور أو تشوف أم معاذ أو تشوف أبو معاذ أو اتصالات تليفونات مما وقفت من كل أنحاء العالم، وإجا معزين مثل ما تفضلت لنا من كل العالم. أذكر من الشغلات النوادر اللي صارت ببيتنا إنه ستات يجوا من إيطاليا ويجوا من دول أجنبية، ما يقعدوا ولا إشي، يقعدوا بس ساعة زمن يعزوا ويبكوا ويرجعوا على بلدهم، ما يقعدوا بالأردن. صح، هذا حكي إحنا شفناه وكان موجود. على كل حال جواد، بالفعل استشهاد معاذ كان له صحيح أصداء قوية جدا وأثر على يعني على الأردنيين وعلى العالم، ولكن زادنا تماسك وزادنا قوة. يعني كنا قبل مثلا نسمع ونعرف بأنه إحنا كدولة أردنية بقيادتنا نحارب الإرهاب، ناس مع وناس ضد، يقول لك إحنا شو دخلنا إذا إحنا أمورنا تمام. ناس تاني بتعرف أكثر منا بتعرف بأنه إحنا دولة معرضة لهجمات إرهابية، وفككنا كتير من خلينا نقول التنظيمات الإرهابية اللي كانت ناوية تخرب البلد بالمصطلح العامي اللي إحنا بنحكي. ولكن استشهاد معاذ خلانا كلنا ننظر إلى جانب بأنه قديش بلدنا مهم، وقديش أرضنا مهمة، وقديش الإنسان عنا مهم. زي ما إحنا واجبنا كأشخاص عاديين نحافظ على بلدنا، هناك أيضاً عسكريين واجبهم يحافظوا علينا، هناك قيادة واجبها يكون عندها من الحكمة ومن التعقل الشيء الكثير حتى يحافظ علينا كلنا. فقديش رسالة معاذ واستشهاد معاذ يا جواد حسسك بأنه بالفعل هناك التفاف للأسرة الأردنية الواحدة بكافة أديانها مع أسرة الشهيد معاذ ومع بعضنا كلنا. أنا سبق وحكيت أنه أم بيت العزاء 4 مليون معز، في كل بيت أردني كان في عزاء، في كل بيت أردني بدون مناقض بدون نقاش. معاذ يعني يمكن الشخصية الوحيدة اللي ما اختلف عليها اثنين بالأردن. صح، ولا بالوطن العربي. صح، باختلاف الأديان وباختلاف الاتجاهات السياسية أو اختلاف الانتماءات أو غيرها، لدرجة أنه كان التفاف الناس حول هاي التنظيمات، في ناس كان مقتنع بهاي التنظيمات. مجرد ما صار هذا الحدث، نسبة اللي كانوا ملتفين حول هذا التنظيم الإرهابي نزلت بنسبة كبيرة جدا، وهذا حسب إحصائيات مديرية الأمن العام. الشعب الأردني في كل محافظة، احنا لاحقا صرنا نشوف هذا الشيء، كان بيت عزاء الشهيد موجود بكل مكان وبكل محافظة. ونعمل متحف يا جواد. نعمل متحف، نعم، بصرح الشهيد موجود حاليا. بالإضافة لذلك أنه كل الأردنيين صاروا يعتبروا أبو معاذ هو أبو الأردنيين، أم معاذ هي أم الأردنيين. أنا جبت معي صورة مبارح من دفن الشهيد الطيار، إذا الكاميرا بتجيبها، دفن الشهيد الطيار عايد الدعجي اللي وقع الطيار في F-16 مبارح. هذا والدي واقف على قبر الشهيد الدعجي ويبكي كأنه معاذ اللي موجود، وكل قرايب الشهيد ملتفين حواليه. هذا بدنا نعتبرها صورة إنسانية، هي إنسانية. صورة فخر، هي صورة فخر، وصورة التفاف الشعب حول نفسه وحول هذا الرجل وحول قيادته وحول جيشه وحول مصلحته الوطنية. أنا حبيت أورجيكم هاي الصورة لأنه إحنا كعائلة، كعائلة معاذ، صرنا معنيين بكل حدث يصير بالبلد، بكل مكان بنكون موجودين. طيب جواد، في بيت عزاء معاذ الله يرحمه، لما إجا جلالة الملك وعزاكم، شو كانت الكلمات اللي همس فيها في أذنك وأذن الوالد؟ جلالة الملك كان بواشنطن بزيارة رسمية، فقطع زيارته ورجع للبلد وعمل له استقبال شعبي وليس رسمي. قليل انه يصير يعني بالطريقه هاي، بعد ما القى جلاله الملك خطابه وبيانه وعزاءه للشعب الاردني بالبدايه وللجيش من واشنطن، ورجع ثاني يوم جانا على العزاء، جلس هو ووالدي وانا كنت قريب منهم
يتكلم عن الشهادة ويتكلم عن محاسن الشهادة ويتكلم كيف إنه معاذ كان شمعة وليست نار لهذا البلد ومنارة يقتدي بها الشباب. أثناء جلوس جلالة الملك مر سرب طيارات F-16 من زملاء معاذ ومعظمهم من أبناء دورته اللي كانوا معه، فأشار جلالة الملك لوالدي قال هذول جايين يضربوا الكلاب من داعش من سوريا جايين، يحيوك يا أبو معاذ. صحيح، أنا متأكدة الحديث عن معاذ يطول وما منكتفي فيه لا هذا العام ولا الأعوام القادمة، واسمحوا لي من هذا المنبر بدي أحيي أجهزتنا الأمنية وتحديداً قواتنا المسلحة الأردنية اللي بتشتغل 24/24 وتحديداً على حدودنا الملتهبة مع دول الجوار. تحياتنا لقواتنا المسلحة الأردنية، وأيضاً التحية الأكبر للمواطن الأردني اللي في حياتنا ما خذلنا جلالة الملك لسبب. أنا بدي أحكي حادثة صغيرة إذا سمحتوا لي. كنت في أحد خطابات جلالة الملك، في شكل سريع هاي القصة، فجلالة الملك شو بيقول؟ أول ما بلش خطابه بيقول أنا ما بتكلم معكم، أنا لست الملك، الملك لله فقط، أنا المواطن عبد الله ثاني ابن الحسين. فتخيلوا ملك يقول الملك لله، أنا لست ملكا أنا مواطن. ولغاية هذه اللحظة ولغاية الممات نقول بأن الأردن أولا، ونقول بأننا محظوظين بالفعل بقيادتنا الحكيمة. الله يطول بعمر جلالة سيدنا، وشكرا لحضوركم الكريم، وشكرا لك يا جلالتي. شكراً لانا، شكراً جواد، ألف رحمة على روح الشهيد.